طبعا حكايه التفرغ بالتاكيد لازم نحط في الاعتبار احتياجات القسم ان هو محتاج المدرس المساعد ولا لا. وبعدين النقطه الثانيه ان انا لما بتكلم عن التفرغ المدرس المساعد او المعيد عايز يتفرغ من العمل الصباحي عشان يشتغل في رساله. طب ما هو الرساله لو فيها حالات يعني عايز يكتبها في الاخر يعني. بالتاكيد لو المدرس المساعد عنده وقت في المساء لكنه للاسف هو منشغل في المساء بلقمة العيش والجري في المستوصفات وما نقدرش نلومه على كده، بس لو هو خد تفرغ الصبح طب ما ياخد تفرغ بالليل كمان، بس ده ما بيحصلش. اعتقد ان احنا كلنا مرينا بالتجربه وان حكايه التفرغ 3 شهور مش معنى 3، ما يمكن 6، ما يمكن سنه، ما يمكن شهر. هو انا هاخد تفرغ علشان ما احضرش الصبح واشتغل الصبح وبعدين اشتغل برايفت بالليل؟ اعتقد ان كل واحد مر بينا في التجربه ديت يقدر ان هو يوفق وقته ويوفق مستقبله طبقا للاولويات بتاعته. شكرا دكتور سيد. الحقيقه لو احنا بنطبق معايير معترف بيها فطبعا هي الريسيرش المفروض كل وقت باحث يبقى له وقت للريسيرش 3 شهور. اعتقد ان فتره طويله من المعيد ينقطع فيها عن اداء العمل في المستشفى نتيجه لالتزاماته، لكن ممكن تطبق بطريقه ثانيه. ان الناس اللي بيشتغلوا الفول داي من 9 الصبح لحد 5 بيدوم هاف داي بير ويك ريسيرش. لو انا ما عنديش الهاف داي دي اديله يوم الصبح اعفيه من مهمته داخل المستشفى على ان هو يعمل ريسيرش. يعمل ريسيرش معنى ان هو متواجد داخل المكتبه داخل القسم يؤدي عمل بحث وانا مشرف عليه. ده حاجة. الحاجة التانية زي ما قال الدكتور أشرف، إن الحقيقة إن إحنا في وقت من الأوقات كنا بندي بعثات داخلية وكان الكادر بينقطع مننا لسنة واثنين وهو بيكون في بعثة داخلية مع نفسه. شكرا. يعني لو حبينا إن نفيد المدرس المساعد أو المعيد وهنديله 3 أشهر أو وات إيفر، أنا يعني سترونجلي بأيد هذه الفكرة، بس مش هخليه ياخد 3 أشهر عشان يقعد في البيت. لا، ده انا اخليه تاخد 3 أشهر واساعده وادعمه وابعته في سنتر من السنترز الكويسه. دي واحده. 3 أشهر اللي هيروحهم في سنتر كويس يعادلوا 3 سنين في كليه الطب اسكندريه. 3 سنتر اللي هيروحهم يلاقي داتا بيز موجوده بزر كده يجيب لي كل حالات مثلا الباروتيد اللي اتعملت موجوده في فرنسا. بزر تاني كده بيجيب لي كل الاستاتستكس اللي موجوده في الحتت ديت. بالطول اليوم بيشوف حالات هنا وهنا وهنا وهنا. ب3 سنين من اللي هياخدهم هنا لو قعد هنا. لو انا اديته 3 أشهر وقلت له زي ما قال الدكتور اشرف هيشتغل مع دكتور وهيشتغل الصبح كمان في المستوصفات ولا هيستفاد ولا احنا هنستفاد منه ولا عمره هيخلص الرساله بتاعته. احنا بنشوف النواب بتوعنا والمعادين والمدرسين المساعدين بيقعد سنين ساعات يعمل بيسافر بس كام شهر يرجع عنده فول داتا. عندنا امثله موجوده في القسم عندنا ناس سافرت شهور محدوده خلصت رساله. كل شيء متوفر، كل شيء ديفوتد ليه، الاتموسفير مهيئ ليه، المجلات والكتب وكل شيء موجود، الكيتس واللي عايز يعمله موجود. لكن انا قعدت هنا 3 أشهر وهو بيحارب. شكرا. ما عندناش حاجه. دكتور سيد في فرق بين الاستادي ليف وبين الريسيرش. الريسيرش ليف ده بعثه، انا بقى 3 شهور. 3 شهور دي بعثه زي ما كلنا طلعنا بعثات قصيره الامد، ده 3 شهور. لكن الاستادي ليف اللي انا باخدها اثناء الكورس بتاع شغلي، دي رايح احضر مؤتمر، احضر ورك شوب، اند ذيس از ا بيد استادي ليف. الحاجه الثالثه ان الريسيرش ده حاجه كونتينوس بروسيس، يعني انا في معهد اكاديمي يعني انا بشتغل ريسيرش طول عمري، فلو انا فرغته كل شويه 3 شهور لكن ده يبقى جزء من الجوب ديسكريبشن بتاعي، انا بتفرغ نص يوم للريسيرش، النهارده انا قاعد في المكتبه بس. شكرا. معلش عشان ده بيتاخر معاه سؤال الدكتور ادهم فاروق مدرس جراحه التجميل موجود. هو قال ان يبقى له حق التعقيب، احنا اللجنه المشرفه طيب يبقى نقول السؤال مش كده؟ هل ترون سيادتكم ان القيمه الاجماليه للدخل السنوي لعميد الكليه نتيجه لوظيفته تلك هي شان خاص لا يجب الافصاح عنه، ام هي معلومه عامه وهامه يجب ان يعرفها الجميع قبل الانتخابات؟
يعني طبعا كل الزملاء كلموا عن الشفافية، والشفافية دي معناها ان كل شيء should be declared، كل شيء يبقى واضح، ما نديش فرصة ان في عين صاد يبتدي يتكلم، ما نديش فرصة اذا كان سيادة العميد او اعتبر اللي في الادارة بيتعاطوا حاجات مالية نقول ليه اخدوها ولا ما ادوهاش. دي اذا كان ده داخل القانون وداخل يبقى واي نوت ان هو تبي ديكلير، لازم يتعرض. اذا كان المعروض دوت شيء في مجال يعني زياده او نقص لازم يعني نقيمه. لكن ما فيش اي مشكله انا والله باخد من كليه الطب 3000 جنيه وباخد من الريسيرش 2000 جنيه وباخد من المستشفيات 100000 جنيه اضم دول كلهم واقول لهم والله ادي مرتبي بالقانون وبالحق وكل شيء، ما فيش اي مشكله. دكتور سيد اعتقد برضه ان من حق كل واحد يعمل عمل انه يتقاضى اجر عن هذا العمل وان هو بيتفرغ اكثر ما احنا متفرغين، لكن الواقع الامر يحتم ان احنا ناس تبقى اكثر. كل ما كانت الامور واضحه ومعلنه كل ما التساؤلات قلت، وكل على الاقل لو في 1000 واحد بيتكلم مجرد ما يعلن الامر ده هتلاقي 600 من ال 1000 دول بطلوا كلام. فاعتقد الاعلان بيكون اقرب الى القلب ولا الشرف. على ولادي من الشفافيه في كل حاجه، ان الواحد يقول اللي هو الاموال اللي حاصل عليها قد ايه. وانا اكيد ان الاموال اللي بتتاخد في الاداره لها سند قانوني سواء من قرارات مجلس اداره المستشفيات او خلافه. ولكني ارى ان العميد والاداره يقومون بعمل يجب ان يجروا عليه في حدود المعقول، ويجب ان يوضع حد اقصى. احنا ما اعرفش الحد الاقصى لانه لم يعلن، ولكن يجب ان يوضع حد اقصى لمجموع ما يحصل عليه الاداره العليا من الصناديق المختلفه، وذلك بتعديل النسب الموجوده في مجلس اداره المستشفيات او مجالس الصناديق الخاصه. لان مش معقول انا باخد 3000 دلوقتي ان انا اجي بكره اخد رقم يزيد كثيرا انا لا اعلمه، ولكن يجب ان يوضع حد اقصى بما يتناسب مع المجهود اللي هبذله. وحياه الواحد حياه كريمه تظن انه هيبذل مجهود ويقعد، ولكن حد اقصى والزياده توزع في مصاريفها التي يحتاجها الاضعف. شكرا دكتور محمد. انا رايي برضو ان هو يجب ان يوضع حد اقصى لجميع المبالغ اللي تقاضاها العميد من جميع المصادر سواء كانت في الكليه او في المستشفيات. ودي انا برضو بعيد تاني، لو هي الميزانيه مفصله، يمكن انا ما قلتهاش كده، مفصله زي اللي بتتعرض علينا في النوايا، زي اللي بتتعرض علينا في الروتري، زي اللي بتتعرض علينا في اي حاجه، الشركه تروح بكذا، الجزء كذا، مش عارف مرتبات كذا، الكلام وكفاءات كذا، الكلام ده كله، لو الحكايه بتتعرض بمنتهى الشفافيه علينا هذا الكلام، احنا ما فيش اي مشكله هتحصل، ولا هندي فرصه للالسنه اللي بتلوب وتقول بعض الحقائق، بعض الاكاذيب انا اسف اللي سمعناها الفتره اللي فاتت ده، مش عارف. شكرا دكتور. دكتور محمود. انا مؤيد تماما طبعا كل اتقال، انا مع الاعلان التام عن كل حاجه. وزي ما تفضل الدكتور اشرف، انا يمكن عشان في المطبخ عام مفيش مليم بيتقاضاه اي عميل سابق او لاحق الا بقرارات، هذه القرارات معتمده من مجلس اداره المستشفيات ثم الجهه الاعلى هي وزير التعليم العالي، لان قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعيه رقم 3300 سنه 1966 قانون خاص للمستشفيات الجامعيه لا تسري عليه قواعد المحاسبه الحكوميه. ثانيا، ان قانون 3300 اعطى الحق الكامل لمجلس اداره المستشفيات معتمدا من مجلس الجامعه ومعتمده من الوزير المختص في وضع اللوائح الماليه والاداريه والفنيه الخاصه بالعمل في المستشفيات. وبناء عليه ما تقاضيته انا خلال الفتره دي مقرر من سنه 1995. دكتور ما تقاضيته انا دكتور احنا اتفقنا. دكتور محمود حضرتك اجبت على السؤال كده، شكرا. دكتور ياسر. دكتور أسامة بعد إذنك.
دكتور أسامة. دكتور أسامة بعد إذنك. دكتور أسامة. دكتور أسامة أرجو. الميزانية اللي بعديها بيتشكلوا 20 مليون دولار. هل عند حضرتك دليل؟ هل عند حضرتك دليل مادي؟ لا محمود اسمح لي حضرتك اسمح لي لا شرعا ولا عرفا ولا خلقا حضرتك البينة على من ادعى هل عند حضرتك دليل مادي؟ هل عند حضرتك دليل مادي تطلع للجميع ده دكتور أسامة؟ شكرا خلاص دكتور أسامة انتهى الموضوع كل ما هو ليجل وقانوني يبقى حلال وبالتالي ما دام ليجل وقانوني وحلال يبقى لازم ينشر وكده يبقى انا ارحت واسترحت اثنين في حاجات اساسيات ومرتبات اساسيه يعني كباب عزاهم وبالبلد كده بطلع عليها في الكشف كل ما حاجات بقى اكسترا لازم برضه تعلن وتوزع على كل من احنا بقى الاعلان انا عاوز بقى اضيف سؤال انا يا جماعه مش عايز انترابشن عشان اخد فرصتي يا دكتور اسامه عاوز كمان اسال دكتور عادل ممكن سؤاله كمان يبقى جميل واكمل كمان يا جماعه لو الحد الاقصى اتحدد بكذا سي 10 سي 20000 سي سي كنت هترشحوا نفسكم عمداء ولا لا؟ سؤال جميل برضه شكرا يبقى سؤال لذيذ وانا احب اجاوب عنه احب اسيره شكرا طبعا لان جاي اعمل حاجه عمل اكاديمي مع الجميع واحقق حاجه كل دكتور محمود عشان ده سؤال شخصي بس يعني هو في شق شخصي فلو حضرتك عشان بس انا اقول لزميلتي الشخصيه انا عارف انت عايز تقول ايه لا هو في شق شخصي المعلومه دي حضرتك ده شأن شخصي ولا معلومه عامه يجب علينا قبل ما ننتهي حضرتك بتاعتين عميد الكليه معلومه عامه وحلالا يتهيئ للشرط طيب هو عميد الكليه بيتقاضى حاضر المعلومه دي عميد الكليه لا تمام حاضر عميد الكليه بيتقاضى يا جماعه من كليه حاجه او من مستشفى حاجه من الكليه عميد الكليه مالوش غير 10 جنيه بدل عماله خلاص وما عدا ذلك يتساوى فيه مع اي استاذ بيشتغل في حته ثانيه بما فيها دكتور محمود هو يعني استاذ الحاج هو مش مجاله انا وانا طلبت من حضرتك اللي عنده سؤال يتوجه دلوقتي طيب المستشفيات هي اللي شغله الناس قوي وهو دخل اداره بشكل عام مما يسمى العلاج بالاجر او صندوق العلاج بالاجر وده مقرر زي ما اتفقنا في سنه 1995 ومقرره الاستاذ الدكتور ايهاب صباح الله بالخير مع الدكتور وحيد الدين واقترحوا نسبه تقتص من اجمالي دخل العلاج بالاجر تقدر ب 1% هذه النسبه خصص لها 30% من 1% رئيس مجلس الاداره و 20% من 1% رئيس القطاع و 10% من 1% لرئيس الاداره المركزيه للشؤون الماليه والاداريه هذا الكلام مقرر من سنة 95 النسبة دي يا جماعة بتزيد وتقل مع الدخل يعني أنا النهاردة حققت 10 قروش هاخد 30% من 10 قروش لا حقق 30% من قرش 1% خلاص وهكذا اللي حصل إيه؟ اللي حصل أنا كنت باخد في حدود زي اللي قبلي زي لغاية من سنة 95 معاميد الكلية كان بيتحصل على من 18 ل 22 ألف جنيه شهريا من هذا المنبع توصل ساعة 12 ماكسيمم كان بتوصل ل 20,000 22,000 لحد ما جاء الدكتور بلال وأعاد تنظيم إدارة المستشفيات وعمل حاجة اسمها الديسنتراليزيشن وده فخر لمستشفيات جامعة اسكندرية هذا الرجل يذكر له هذا الفضل وأنا أثني عليه بالعكس أنا أبوس على إيده إنه عمل هذا النظام
ان عمل ديسنتراليزيشن عمل ادارته، وكنت انا واحد من الناس اللي استفادوا من هذه الادارات كمدير عام في زمن وحش فاضل المستشفى الشرطه ايا كان. عمل هيكل اداري جديد خالص ورفع نسب الولد من 1 لـ1.5% علشان يقدر يوفي، مش عشان هو ياخد زياده، عشان يقدر يوفي المتطلبات اللي زايده في الديسنتراليزيشن. بمعنى اللي كان بيشتغل مدير عام مستشفى في النظام القديم ما كانش في حاجه اسمها مدير عام مستشفى، كان في مدير مستشفى كان بياخد 80 جنيه. طول بلاد مدير عام مستشفى 1000 جنيه وبعد سنه رفعها ل 2000 جنيه. خلاص؟ عشان يوفي هذه المبالغ لقى ان 1% مش مكفيه فراح رفعها ل 1.5%، وهذا حقه تماما. ها؟ حقه يديهوله القانون. احنا في عندنا يا جماعه حاجه اسمها مراقبه قبل الصرف ومراقبه بعد الصرف. خلاص؟ فضلنا ماشيين كده لحد ما عملنا المقترح الجديد. وعلى فكره الكلام اللي بقوله ده مكتوب في اخر مجلس اداره المستشفيات، هصوره وهحطه على الانترنت لمن يشاء يرجع له. للامانه وللشفافيه معروض في كذا مكتب تنفيذي ومعروض، ومش انا لوحدي اللي واخد هذا القرار، ومجلس الكليه تعرض فيه هذا الكلام، ومجلس اداره المستشفيات تعرض فيه الكلام، واحنا بندير المستشفيات عن طريق حاجه اسمها مكتب تنفيذي وليس عن طريق رئيس مجلس اداره.